شو بتقول الأفلاك لمواليد السرطان بالأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2021؟ يا عزيزي، ابتداء من 22 بدك تلاحق مشاريع بدقة كبيرة، بس إذا بتريد بلا تردد، يعني ما تبين إنك أنت متردد أو محتار أو مش عارف شو بدك، خاصة إذا كنت درسها بعمق. ما في لزوم تكون متسرع كمان وتكون عندك هوس بأي شيء. روق عزيزي السرطان، ودروس وضعك بهدوء وباشر بالتنفيذ. بس الفترة الواقعة بين 21 و22 فبتكون جيدة بالمجالين الشخصي والمهني، يعني أول يومين بالأسبوع جيدين، بعدين بدك تنتبه. يمكن تتلقى بين الأربعاء 24 والخميس 25 عرض يا عزيزي، عرض جيد جدا وما توقعته أبدا. ما تتخطى حدودك بين 26 و27، يعني الجمعة 26 والسبت 27. انتبه من الجموح والذهاب بعيدا بأحلامك لحد الأوهام. أوقات الأوهام بيكونوا حلوين بس بضللونا، انتبه. خطط للبعيد بأواخر الشهر، ودروس ملفاتك بعناية وهدوء. ما تعتمد على الإنجازات الآنية فقط، كون واقعي بدراستك لبعض الاحتمالات، خاصة بين يوم الاثنين 29 ويوم الثلاثة 30، لأنه هاليومين بيحملوا مخاطر وإنذارات فلكية. في أشخاص هيك رح يتبجحوا قدامك وإنه هن كتير مهمين. قول لهالأشخاص يلي هن مفكرين حالهم كتير مهمين قصة كبيرة، إنه أنت ما بتقرأ روايات.